بمجرد اندلاع الحرائق على مستوى عدة ولايات عبر التراب الوطني، تدخلت وحدة الدرك الوطني رفقة رجال الحماية المدنية، مصالح الغابات وكذا قوة الجيش الوطني الشعبي من أجل إخمادها وتقديم يد المساعدة للمواطنين. كما تم تفعيل خلايا أزمة على مستوى المجموعة الإقليمية، على المستوى الجهوي وعلى مستوى قيادة الدرك الوطني. بعد إخماد الحرائق باشرت وحدة الدرك الوطني التحقيقات، حيث تم إرسال فرق مختصة من خبراء المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي من أجل الوقوف على الأسباب التي أدت إلى اندلاع هذه الحرائق. كما تقوم وحدات الدرك الوطني بالتحقيقات والإحصاء رفقة السلطات الإدارية فيما يخص المتضررين من هذه الحرائق للاستفادة من التعويضات. وحدات أمن الطرقات تقوم بتسهيل حركة المرور وتنظيمها من أجل تسهيل وصول قوافل المساعدات إلى المتضررين. كما تتلقى خلايا الأزمة على المستوى الوطني اتصالات عبر الرقم الأخضر 1055 من أجل التبليغ أو من أجل طلب يد المساعدة، وكذا صفح الطريق من أجل تسهيل حركة المرور وتوضيح الطرق المغلقة من أجل توجيه المواطنين في حال تغلق هذه الطرق. خير لباس خير. نعم شحال عندك عمي؟ شحال عندك الزيتون؟ اول واحد 30. والتحقيق مازال متواصل وعمليه الاحصاء متضررين مازالت متواصله. لي كوميسيون انستالي بيان سور بار لو شيف دو دايره عندها لا دايره لا بيسي لا جوندارموري لي فوري لي بومبي لي سيرفيس اغريكول دو تيزيرنيف. يظل كيختار لك لي بي في ياك لي سينيستري وين توشات لا دايره لا بيسي لا جوندارموري لي بومبي لي سيرفيس اغريكول. نعتبني ست ايام كي مي الحمد لله كيختار لك نورسون سيد اكو واش هو دنسو ذاك تقوت بويتي هي موسى باش كل يوم كيختار لك أذيوي الحقيس.